هذه الشلة إهداء من أم حمد لابنها حمد بن حمود بمناسبة تخرجه من الدورة العسكرية. مرحبا بك يا نظر عيني وعمري، مرحبا بك يا حمد ريح الحياة، تخرج بكري اللي منزلك في وسط صدري، مرحبا من قلب عبر عن غلا، مرحبا من قلب عبر عن غلا. مرحبا بك يا نظر عيني وعمري، مرحبا بك يا حمد ريح الحياة، خبرة طويلة وإبداع والإتقان.